استشهدت رزان في جمعة أطلق عليها من غزة تحية إلى عروس البحر حيفا، وما كانت حيفا إلا وأن ترد التحية، فقد دوت صرخة وصل صداها إلى غزة، تحية صمود وثبات، تحية عزة وكرامة أطلقها فلسطيني الداخل الذين جابوا شوارع حيفا حاملين اللافتات المنددة بالحصار مطالبين بفكه وإيقاف مسلسل الدم. هلا الرسالة هي بسيطة، أولا مش ممكن تقمع الناس، يعني إحنا مش شعب ممكن نقمع، يعني طلع أنت على المشهد هذا، صرنا أشهر بيجي كل يوم ألاف الفلسطيني بوقفوا بتقتلوهن بيرجعوا تاني يوم بفوت بفيقوا بيقوموا بيطلعوا كمان مرة، مشهد رهيب. شعبنا الفلسطيني صار له 70 سنة إذا مش 100 يحاول يبني كيانه يبني استقلاليته يبني حقه، فأنا بفكر إنه هاي رسالة كانت كمان اليوم. كسرتوا إجري ما كسرتوش معنوياتنا بإنه ننهي الاحتلال ونبني مستقبل لشعبنا. لم تهدأ حناجر المتظاهرين من الهتاف بأعلى الصوت ضد آلة القتل الإسرائيلية التي ما زالت تمعن ببطشها وإجرامها بحق المتظاهرين السلميين، حيث وصل تعداد الشهداء في غزة حتى هذه اللحظة 120 شهيد ناهيك عن آلاف الجرحى. لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بنحكي لي من هون وبنقول لهم انه انتم جزء لا يتجزأ، انتم سيرورتنا وانتم دليلكم وضلوا الصمود في هاي الارض، انتم دفعتوا دم بالميدان وحيفا والجليل سائر الجليل ما راح يخذلكم، راح نكون معاكم وهاي الارض لنا حتى عودة اخر لاجئ فلسطيني برات هاي البلاد. اما في تمام 9 مساء كانت حيفا على موعد اخر لالقاء التحية مجددا الى غزة. الفلسطيني في الداخل هو متعطش حقيقة ليشعر بهذه النشوة بأنه جزء من شعب فلسطيني موجود، وعندما نتحدث عن حيفا وغزة بتحيات متبادلة هذا هو الوضع الطبيعي، والوضع الطبيعي أنه إحنا يكون في عنا قيادات شبابية اللي تفرض واقع وتحديات من خلال نضال كفاحي شعبي سلمي داخل حيفا وداخل الغزة تحت عنوان العودة. طبعا في السنوات الأخيرة تشكل ملجأ ثقافي وسياسي للفلسطينيين في الداخل، يعني هون في مجتمع فلسطيني عربي منفتح نوعا ما متقبل، هون كل التيارات السياسية والثقافية بتقدر توجد نفسها، والمثقفين والناشطين من كل مكان بيقدروا يلتقوا هنا في حيفا، وهذا الإشي اللي قاعد يعني بيخرج هاي الحالة من حيفا. جرائم يحاسب عليها القانون الدولي وأعمال وحشية ترتكب بحق المتظاهرين السلميين في غزة على مرأى ومسمع العالم بأسره. لم تثني الغزيين من مواصلة مسيرات العودة السلمية التي انطلقت في يوم الأرض، كما يستمدون الطاقات والمعنويات من سائر أبناء شعبهم الفلسطيني. وهنا في حيفا يؤكدون على وحدة الحال والمصير والدم المشترك، وعندما يقتل مواطن غزي بدم بارد فإن حيفا ويافا والناصرة وسائر المدن الفلسطينية لن تبقى صامتة، بل ستثور وتشطاط غضبا في وجه العدوان والاحتلال حتى زواله عن هذه الأرض إلى الأبد.